رجعنا لكم من جديد في زون ميكس في اخر جزء من حصتنا اليوم مع ضيفنا اللاعب الدولي السابق، نحكي شوي على علاقته بالمنتخب التونسي. حمدي، عملت عدد مقابلات مع منتخب محترم يتسمى 25 هكا. اي حاجه هكاك. اي كيفاش تحكم على مسيرتك مع المنتخب؟ والله نحكم عليها يعني الحمد لله، يعني باهي. كانت نجم تخير تكون خير. كيفاش كانت نجم تكون خير؟ كما كانت نجم تكون اخيب، يعني اقدار يعني انا شو انا راضي جو ساتيسفي باللي كنت فيه في المنتخب. فما ظروف معينه وقتها ما تنجمش يعني تطلب اكثر من هكاك. شنو هي الظروف؟ ظروف يعني كونك انت باش تطلب تكور ديما ولا يعني ولا تقعد ديما انت موجود بارمي لي 11 ما هو ساهل وقتها. يعني علاش؟ بحكم فما عندك لي كونكيرون موجودين، يعني خالد اسامي كبيره، خالد بدره، راضي جعايدي، بوقديده وقتها، وصبري جبله، فريد شوشين، فهمت؟ وعندك حاجه اخرى، فما عندك اسمه وقت سليم شيبو وقتها هو يحكم في ليكيب ناسيونال. معناها تاكد الكلام اللي قالوه برشا ملاعبين انه هو كان يحكم في المنتخب. مش تاكد، هو هذاك هو صحيح، يعني ما فيش تاكيد، هذا الناس الكل تعرفوا، هذا مش حاجه جديده. والحمد لله مرزوق باش يجي يقول حاجه جديده ما يعرفوهاش الشعب. كان هو يحكم فيها، يتحكم في الملاعبيه، شكون يحكم حتى في المدربين، مش يحكم في الملاعبيه، يحكم في المدربين. شكون يهبط شكون. انا الفرصه اللي تعطات لي وقتها باش وقتها وكورت مع اوري ميشيل في 2000 ولا 2002. خاطر وقت اونري ميشيل كاس افريقيا عملنا خايبه ياسر وقتها. هاي ما وقتها فما ظروف صارت، راه اصابات جزيري والزيتوني وقتها، اي اصابات تاع جوارات مهمين اللي كانوا يعطيو لو بلوس وقتها ليكيب ناسيونال ما مشاوش. ميشيل الوحيد اللي ما سمعش كلام شيبو، ما حبش يسمع كلام شيبو، بحب يعني عنده هو رأي نتاعه وتفكيره، هو يحب يمشي بيه يتمشى بيه. سليم شيبو لا بروف، هو ما قعدش برشا، قعد يمكن دي موا تروا موا، فهمت؟ يمشي على روحه. نحا نتائجكم نتاعو كانت خايبه. ابار النتائج وقتها، علاش وقت ما وقت قلت فما لاعبين، اكثر حاجه هي من نتيجه الكوب دافريك هي اللي خلاته وقتها باش يتنحى. كنت شاهد على حاجات وقتها صار في المنتخب؟ لا لا، نتاع نحى ملاعبي وحط ملاعبي لا لا لا، ما ذوكم شو حتى كانت راه شو فما نحكي لك حكايه برك. نحن كنا فما جوارات دو ستاج نمشيو للستاج، نترانيو، ناكلو، نرقدو، كان يكملوا بيكم في الجروب، نكمل بيك البنك، كان محتاج لك بنك اورفاري ميرسي منهم انت. خي انا من برشا ملعبي. وشكون اخر معاك؟ شكون معايا؟ صبري جبله. شكون اخر؟ ملعبيت الكلوب الظلمه في المنتخب حاتم الترابلسي. حاتم الترابلسي ايضا. يما كان فما طارق ثابت وقتها زاد ايضا في اللي بوست معبين، كان في تلاقي لاكس فما بدر ايضا وجع عادي زاد. انا مانيش ننكر فهمتني في مردود طارق ثابت، قيمه كبيره ولاعب كبير، اما حاتم اللاعب زاد وقتها قيمه كبيره ولاعب كبير اللي ما يلعبش في على الاقل مره مرتين، فهمتني؟ شيبوب منحي يعني انت يلعب يوصل، انت يوصل انت حتى مطربلسي من با ما باش تلقاه انت في 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 على البنك، يعني راه تشك مش تشك يعني تسال السؤال هذا تلقاه على في المدارج، تلقاه اورليست. شنو معناتها؟ معناها يلعب كانتر. طب انا نحكي لك الحكايه هذه شنو باش تقول؟ باش يلعب شكون؟ بوزيد، مو باش يلعب طارق ثابت. بو بكر الزيتوني هذا تظلم في المنتخب وقتها زاد؟ لا لا والله، بو بكر بلوز موا يعني لعب، مش ما لعبش، صارت له فتره اللي يلعب فيها وكان هو الحارس الاول نتاع المنتخب التونسي تصفيات كاس العالم. اي لعب يعني عنده، كانت عنده شانس باش يكون يعني عنده عدد مقابلات مهمين في المنتخب. مشيت لكاس العالم 98؟ لا، كاس العالم 98 2002 سمحت 2002. اما 98 لا، وصلت وقتها فما شوا نتاع الجوار اللي باش يمشي الكوب دي موند. انا وقتها خرجت من ليستا وقتها. اسباب فنيه؟ اسباب فنيه. شو تخرج؟ شو انت شنو مقتنع به ولا؟ انا وقتها ما زلت كي طالع واحد ما انا ما اعطيتوش قبلتها معناها ما قبلتها ما اعطيتهاش اهميه، حبيت نمشي
ككوب دي موند، خاطر الواحد مش في اي وقت باش تمشي الكوب دي موند، تحل الباب وتدخل كوب دي موند، فهمت؟ قلت ما زلت صغير، وواحد وقت عمري 21 ولا 22 سنه وقتها، فهمت؟ ما زلت الايامات قدامي، توا ربي يسهل. 2002 مشيت كيف كيف زينوا بيك الليستا كما قلت. كالعاده نحن ديما نروج، شو معظم شو النادي الافريقي في الوقت هذاك ديما يزينوا بينا الفاترينا. ريان كو، خاطر جمعيه كبيره وشعب كبير وجماهيره اكبر من اللي تتصور انت، يعني ديما لازم فما باش يكون واحد اثنين ثلاثه موجودين غاديك. حتى في اللعب في الكوره، فهمتي؟ ها تشوف نحن على سنين ما نلقاوش برشا اسامي من الكوره. عادل السليمي كان يلعب وقت. عادل السليمي. انت تحكي على عادل السليمي. هي والاخرين شبيهم ما يلعبوش. فهمت شنو حبيت نفسر لك؟ وابريتو عادل السليمي حتى كي لعب من بعد راه وقتها فهمتني في سيسما خرج لبرا، راه مش في الكلوب، راه فرايبورغ، فرايبورغ وفي سيسما نونت، في نونت. يعني كي عيطوا له، عيطوا له فهمتني من نونت مش من النادي الافريقي. ساي هي محسوب على الكلوب، انت محسوب على الكلوب، ما هو يلعب في نونت، شنو طلع في نونت والتيتولير ما يعيطلكش تلعب؟ كنت باش تلعب ماتش الثالث في كاس العالم؟ كنت باش نلعب ايه؟ مع روسيا، هو روسيا هكا. اي كان صدقني ربي. كنت باش نلعب. بعد كهو تبدلت الوجهه. حكى معاك المدرب قال لك باش تلعب انت و... لا لا ما حكيش معايا يعني ديريكتومون. اي مال. اما الظروف اللي قاعده اللي صايره وقتها على اساس فما باش يبدل شيما تكتيك وراو، يعني على اساس انا باش نلعب. باش تلعب ويلعب في التفاف الاكس. وقتها وصارت لي فما شكون وقتها جا والله نسيت شكون يا اسلام، والله العظيم نسيت شكون جا قال لي راو يا حمدي راو حضر روحك راك باش تلعب. من ستاف تكنيك. اي. ومن لونترينمون تفهم انت باش تلعب ولا بيان سور. فوالا خاطر تحطيت. بعد من غدوه. عطاك الدوسيال نتاع الكيب اللي باش تلعب. فوالا ومن غدوه تبدلت الحكايه الكل. فهمت؟ ما لقيت روحك على البنك. شو التكنيك ولا صرف؟ انا نعرف صار تليفون وقتها تنحيت به. يا حد انت تعرفوا شو انت شو تليفون؟ نحن نسمع منك انت. يا اخي ما عرفتش تسمعوا مني انا وانت تعرف. يا تونس كامله تعرف. جا تليفون قالوا لنا حي حمدي هكا. يا اخي هو التليفون باش يجي للكيب ناسيونال. جاوا برشا تليفونات. 7000 تليفون يجيو لتوا الى يومنا هذا، راه بالكش انت في بالك يعني حاجه جديده باش تصير. ولا حاجة والله غريبة كانت كيفاش يصير تليفونه تو ما عادش، يعني كلها تليفونات. كلها تو في جمعيات ولا حتى كلها علاقات. غضبتك تنحيت آخر وقت؟ بيان سور تغيظك. ماتش في كأس العالم كوريا. بيان سور. أنا أوروزمون يعني أنا موجود غاديك توجد ومشيت تسمى أنا مشيت شاركت في كأس العالم. أما حبيت نشاركها حتى في ربع ساعة. كأي لاعب كرغبة يعني وطموح من أي لاعب يكون باش يكون في كاريره. جات الأقدار ما كنتش موجود هكاو الحمد لله، شو باش نقول؟ الله يهدي من كان السبب وكاو. سألتش علاش بعد؟ شو قلت لك؟ قلت لك راني ما نسألش. ما يهمكش ما لعبتش ما لعبتش. ما لعبتش ما لعبتش باهي هاني عرفت. ومن بعد كان باش نغيرها الحكاية ونلعب والله نسهل ونقعد نبتبت للصباح. أما ساي لو مالي في ساي. كان 2004 ما كنتش قريب ولا حاجة. شنو؟ كان في الكان 2004. كنت قريب، اما خروجي من النادي الافريقي هو اللي قلقني في حياتي. كيفاش؟ خاطرني في استاد. خاطرني في استاد وقتها. هاو؟ علاش ما يعيطوش من لاعبين استاد؟ لا مش ما يعيطوش. اشياء الظروف هكاو وقتها، اسلام هذا موضوع. نحن نعرف علاش، لان خويا نوح. لا ودي مش علي مش على كيستيون توحل، راه المشكله يعني. معناها خاطرني في الاستاد، نبي نحن نفهمها فقط. خاطر وقتها ما زالت سخونه، خرجتي من الكلوب سخونه. يا عادش بيش المشكل؟ دخل هذا في هذا؟ ما هوكا دخل هوكا دخل. معناها فما مسؤوليه من الكلوب وقتها اثروا باش ما تكونش موجود في المنتخب. ينجم. فما شكون كان ياثر على جيرو مير وقتها؟ مش على في اللي شو نتاعو. لا 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 نقول لك ما تدخلنيش في الدغار هذا، علاش تو انا حموده بن عمار داخل الحكايه رئيس الجامعه. لا مش حموده بن عمار، مثلا تو انا كي قلت الاسبيرونس لا ما تدخلش فيها الحكايه. ما مشيتش ل 2004 خاطر قلت لا الاسبيرونس. لا. ما شنو حبيت تقول؟ انا اعطيتك. لمحت لي انت اما انا قلت. انا اعطيتك فرضيات. ما قلتلكش راهي. ماكش متاكد معناها. شو انا كي نبدا متاكد من حاجه نقول لك يا اسلام راهي هذيك، انا كي قلت لك راهو صار لي مشكل ما بين اكس فريد عباس قلت لك راهو صار لي مشكل. انا اعطيتك فرضيات. واضح. ينجم يكون معناها ينجم يكون كيما ينجم لا واضح كيما ينجم يكون شوا فمتي نتاع لومير هو راني مانيش كف
مهلليني. وانت شنو انا متقبل الشرطين. وانت شنو تشوف؟ انا ما عندي ما نشوف. انا كان جي كان انا موجود مرحبا بيا، مانيش موجود زيد، تمنيت نكون موجود، كذب على ربي حرام، وحبيت نكون موجود، مي الاقدار ما شاءتش. شنو قاعد نبكي على طليل تحكي فارغ.